كافر، حد من هاي الناس اللي بس اللي بفضل والله اعضاء والله لا شيء في الدوله يكافر ما تقدر المعلومات تركز تركز بالقسم. اليوم انا اقول لكم واحد مسألة، حد باقي يصلح المجتمع المدني يجمع ويعيط للناس كامله ويعيط للمدنيين ويعيط للمولدين اللي كانوا صحراوي التفرقه والله من الفوق، والله هي شيء خاص من الفوق، والله هي النوع من مسائل الروح لما نقولين يا قد حان الوقت، اليوم الوقت حان لكم انا اقول لكم كل الصبح كل 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 يعني اليوم احنا ما احنا قادمين هذا الشيء، قادمين بس لوحده عن احنا حكم الذاتي، حكم الذاتي انه كامل الصحراء كامل وباقي يوم عسير ما كامل، لا خلق حد ما هو ما طريق ولا حد يدري من يدري هذه العمليه اللي ان الله كانت زمان عندنا احنا شو هم الوحدويين وهم اللي نصفيهم انتم خاصة الناس وهذا كيف قال هو التواصل، التواصل زين التواصل زين اشياء لانه يعني التواصل خاصك تتكلم تقول تقول يعني تقول اللي تحس فيه. الدولة اليوم عارفة تعاملاتي من هذا اللي يخدمك اليوم واحنا متأسفين له، متأسفين للمواطنين اللي مات، متأسفين للناس كاملة اللي خلات بلاد ما مرقها الشحم ولا مرقها الكمنتر ولا مرقها مرقها لا معتات راهي يشتوا سباع الرويش الحين هم اللي عايشين والداخل راكم تعبوا مرقوا الله يقول مرة فايت انا كايدا معايا صاحبي جاي من اسبانيا من برا مرتين صحراويات سجينة 76 في الدار اللي سويناه ولا تكمل من دون ما ربطوا ولا من غير ما تعرفنا ما كنا رايشين وكروا عندنا في الدار عندنا مسائل ولكن بكرامتهم اليوم جميع المجتمع المدني معيطنا انا بعد شخصيا انا نتكلم مع راسي نتكلم مع عند اللي نعرف احنا ندور شيء ويعود الساكنة كاملة ويعود الناس كاملة ويعود الصحراء كاملة ويعود الناس كاملة ويساوي فيه واليوم راهي الحقيقة وصلت والرسالة وصلت وهذا المعدل محمد من جانب على الراس وعلى العين وعيط الناس كامل وزين عنه ولكن استراحة عن هذا ما تقعد اليوم من هون الشهر خلوا هم يتم مراكب الوقت الوقت ما تنبركم ما تنصابي